الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم بدراسة متن الأصول الثلاثة، لكن قبل الدراسة نريد أن نعرف أمور. منها لو سأل سائل وقال لماذا اخترنا دراسة التوحيد، لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد، لماذا ندرس مثلا الفقه أو أصول الفقه أو النحو أو الفرائض أو مثلا اللغة الإنجليزية أو يعني فن علم الكمبيوتر وكذا، لو قال لك قائل لماذا اخترنا دراسة التوحيد، لماذا تجيب هذا السؤال؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ندرس التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل طائفة، رسولا. ما هذا البعث؟ أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد. استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان والسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. أنت بحاجة للتوحيد في الدنيا، وأنت بحاجة للتوحيد في القبر، وأنت بحاجة للتوحيد في الآخر. والسبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يأتي ويقول لماذا ندرس التوحيد ولماذا كانت هذه الدورة في التوحيد، نقول له تعال، خلقك الله سبحانه وتعالى وأوجدك في هذه الدنيا حتى تكون موحد، لابد يقول نعم هذا الكلام صحيح. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد، يقول نعم هذا صحيح. ولا يدخل الجنة إلا موحد، يقول نعم هذا الكلام صحيح. نقول طيب هل أنت موحد؟ يقول نعم أنا موحد. نسأل ما هذا التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه؟ فإذا شرح التوحيد بما نعرف وبما جعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فمعناه أنه موحد. وإن لم يعرف التوحيد، نقول شهادتك أنك موحد شهادة زور. وكيف يعلمك الله سبحانه وتعالى أن التوحيد أوجب الواجبات، بل أول الواجبات، وأنت لا تعرفه، فأنت مفرط في أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نسأل هذا الذي يقول لماذا اخترنا دراسة التوحيد ولماذا كانت هذه الدورة مثلا في التوحيد، نقول حرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك أعظم من تحريم الزنا والربا، وأعظم من كل محرم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن صاحب الشرك الأكبر إذا مات عليه فهو، نسأل الله السلام العافية، مخلد خلود أبد في النار. يقول نعم هذا الكلام أعرفه. هل أنت مشرك؟ يقول لا أنا لست مشرك. قل طيب اشرح لنا هذا الشرك الذي حرم الله عليك. فإذا شرحوا بما نعرف فمعناه أنه ليس مشرك، وإن لم يعرف نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. إذن أهم ما عليك معرفة التوحيد. فلو قال لك هذا الحمد لله، أنا اقتنعت الآن ولابد أن ندرس التوحيد. لماذا؟ السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة متن الأصول الثلاثة؟ كتب كثيرة ألفت في التوحيد، لماذا ندرس هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ لماذا لا ندرس كتاب التوحيد أو غير هذا من الكتب؟ كتب كثيرة مؤلفة في التوحيد. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، أي متن الأصول الثلاثة؟ هذا هو السؤال الثاني. نقول لأننا طلاب، والطالب لابد أن يرجع للعلماء في دراسة الكتب، ولا نستطيع أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم، نسير على ما سار عليه العلماء. سألنا العلماء أي علم نبدأ؟ قال علم التوحيد.
أي كتاب؟ قالوا مثلا أصول التراث. مفهوم؟ إذن هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو قال لك قائل ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر والحمد لله. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. السؤال الرابع، قال لك هذا، أريد جائزة، أن تعطيني جائزة حتى أحضر هذه الدورة وحتى أدرس متن أصولك. ما هي الجائزة أو ما هي الثمرة التي أجنيها من دراستي للأصول الثلاثة؟ نقول الثمرة أن الإنسان إذا تعلم الأصول الثلاثة أولا، ثم عمل بها ثانيا، ثم دعا إليها ثالثا، ثم صبر أولا على العلم وثانيا عمل وثالثا على الدعوة، صنع هذا في الدنيا بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر. هل تكفي هذه الثمرة؟ نعم تكفي وزيادة. مفهوم؟ إذن عندنا 4 أسئلة قبل البدء في الدراسة، لأن هناك من يحارب هذه الطريقة ويقول لا، التوحيد عرفناه ولا داعي لأن ندرس التوحيد، وتسأل هذا عن التوحيد لا يدري عنه شيء. فلا بد أن نعرف هذه الأسئلة 4: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس مثلا الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ مفهوم؟ طيب، يبقى معنا السؤال الخامس. عند الدراسة تقدم معنا، أي كتاب تقتنيه تنظر أقل ما يكون هذا الكتاب إلى المقدمة والفهرس. فلو قال لك قائل أريد أن تلخص لي هذا المتن أو تفهرس لي هذا المتن، أي متن الأصول الثلاثة، نقول هذا المتن إذا أردنا فهرسة هذا المتن نقسم هذا المتن إلى 5 أقسام. كم قسم؟ 5. القسم الأول المسائل 4، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن المسائل 4 خلاصتها في سورة العصر: علم وعمل ودعوة وصبر، وهذا هو جهاد النفس على ما سيأتي معنا. الثاني المسائل 3، ولا بد أن تفرق بين الأصول 3 والمسائل 3، ويأتي معنا. إذا القسم الثاني المسائل 3 وهي غير الأصول 3. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ وأهل السنة يركزوا على هذا الأمر، بل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، لماذا ندرس التوحيد هنا في الأصول 3، وكذلك في القواعد 4، وكذلك في كشف الشبهات وفي كتاب التوحيد، أن هناك قلنا من يحارب من يعلم الناس التوحيد، وقال التوحيد عرفنا. القسم الرابع الأصول 3 أسئلة القبر. القسم الخامس الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بالتوحيد. مفهوم؟ نعم، هذا ملخص للأصول 3. من يعيد لي هذا الكلام؟ كل ما قلت. قال ما قلت لمحدث قط أعد عليه. مرة واحد يحفظ كل شيء. نعم. السؤال الأول هو أخذنا أنه قبل الدراسة، أي دراسة هذا المتن المبارك، نسأل أسئلة 5. وما السبب؟ السبب أن هناك من يأتي وينبس على الطلاب. تظن أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نفاق، وزمننا اليوم لا نفاق؟ حذيفة رضي الله عنه قال إن المنافقين الذين في زمننا الآن، هذا يقول حذيفة رضي الله عنه في آخر عهد الصحابة، يقول إن المنافقين الآن أشد من المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف ذاك؟ قال أولئك الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا نفاقهم، وأهل النفاق في هذه الأيام أظهروا نفاقهم. صحيح،
فلا تظن أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نفاق زمن اليوم، يوجد نفاق زمن اليوم لا يوجد، النفاق اليوم أكثر، فلا بد أن تحذر. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا نختار، اخترنا دراسة هذا المتن، أي متن الأصول الثلاثة. الثالث السؤال الثالث هو السؤال الخامس فهرس الكتاب. الرابع السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أسئلة القبر. والسؤال الرابع الثمرة، الإجابة عن أسئلة القبر. الخامس فهرسة الأصول الثلاثة. فتح الله عليك. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ حق الله العظيم، أوجب الواجبات وأول الواجبات، دعوة الأنبياء والرسل، وكذلك أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من بعدهم. لا يدخل الجنة إلا موحد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة للتوحيد أكثر من حاجة للطعام والشراب. فتح الله عليك. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، أي متن الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ نعم، نصيحة العلماء. نصيحة العلماء، وسيأتي معنا أن كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع الله لها القبول في الأرض، حرص في هذه المؤلفات ألا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل. معاصر يرد على الشبه التي يأتي بها مشركي زماننا، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضحة سهلة. نعم، يجمع المسائل في أول كتب، ثم بعد هذا يفصل، يدعو للطالب كذا وكذا، يأتي معنا. فتح الله عليه. السؤال الثالث، السؤال الثالث أخوان. نعم يا أخي. ما هو السؤال؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ لأن بعض الطلاب هو لا يدري شيء عن الكتاب، فالأصول الثلاثة حتى لا تنساها بإذن الله هي باختصار أسئلة القبر. تسأل في القبر عن ماذا؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ طيب، فتح الله عليك. السؤال الرابع، نعم أنت شيخ تفضل. ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ إذا تعلم ثم عمل ثم دعا ثم صبر، أولا العلم وثانيا العمل وثالثا الدعوة، بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر. تكفي ثمرة وزيادة. نعم. السؤال الخامس، نعم أخي، نعم. هي المسائل الأربعة، فهرس الكتاب. قال أريد أن تفهرس لي هذا المتن، لأنه قد يحضر معنا الطالب درس واحد ثم يترك الدراسة حتى يعرف محتوى هذا المتن. المتن هذا لو قال لك قائل أريد أن تفهرس لي هذا المتن، تقول أقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. القسم الأول المسائل الأربع، وهذا هو الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. المسائل الأربع جمعت في سورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر. القسم الثاني المسائل الثلاثة، وقلنا لابد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر، المسائل الثلاثة تأتينا إن شاء الله تعالى ونلخصها بإذن الله. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد، هذا مهم، وذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى هذا هنا في الأصول الثلاثة وكذلك في القواعد وفي كشف الشبهات في كتاب التوحيد.